محمد هشام 30 سنة لاعب سابق لمولودية طهران. النادي الرياضي صفاقسي فريق كبير يعني ما غني عن التعريف، كان حصل لنا يعني شرف ولعبنا ضده يعني ضد مرات في رابطة أبطال إفريقيا، فريق يعني غني عن التعريف. فرصة يعني مثل هذه ما تقدرش يعني ترفض عرض لنادي رياضي صفاقسي اللي على بالنا بلي يلعب يعني كل عام يلعب على وجهه، يلعب على رابطة أبطال إفريقيا، عنده طموحات يعني عنده أهداف وطموحات كبيرة، يعني أي لاعب نظن أنه ما ينجمش يعني يرفض عرض مثل هذا. أنا كي جيت لهنا على بالي بلي المنافسة في يعني في مجال الرياضة بصفة عامة توجور كاين منافسة، جيت لهنا يعني باش اللي كي أفرض نفسي يعني فوق أرضية الميدان. إن شاء الله يعني نوعدهم بموعد بموسم يعني كبير، وإن شاء الله يعني ابتداء من فينال السوبر إن شاء الله. يعني نشكر يعني كل المتابعين تاعي، ونوعدهم يعني باش توجور يعني الأفضل مني باش يكملوا يعني توجور يشوفوني في احسن مستوى. ثنية كانت كلمة كنت عرفت عليها من قبل، بصح ما كنتش عارف يعني اكزاكتومون واش المعنى تاعها. البارح سقسيت عليها وكانوا قالوا لي يعني المعنى تاعها اللي كنت حايب نعرف. قالوا لانه يذكرني يعني بزاف بلاعب، انا عندي يعني خصوصيه يعني مع في كل الفرق اللي لعبت فيها نتفاهم بزاف مع حراس المرمى، وكان يشبه بالكثير فوزي الشافشي اللي كان صديقي ويضحكني بزاف. هذا يظن هو اللي يكون صديقي.